على خلفية التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بأنها سوف تقوم بتصعيد عمليات التصفية في قطاع غزة، قامت اليوم الطائرات الإسرائيلية بقصف سيارة تابعة إلى حماس إلى كتائب عز الدين القسام، وقامت بقتل 4 من نشيطي حماس. مصادر فلسطينية تقول بأن أطلقت إسرائيل ما يقارب 4 أو 5 صواريخ، مما أدى إلى مقتل 5 من القسام. وعلى ما يبدو إسرائيل سوف تستمر بهذا السياسة حتى توقف صواريخ القسام.